اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله من الان، وكعادتنا على مدار الاسابيع الماضيه سوف نواصل متابعتنا لاحدث مستجدات فيروس كورونا في العالم. نبدا هذه الفقره من الصين، حيث سجل بر الصين الرئيسي 30 اصابه جديده بفيروس كورونا اليوم، من بينها 23 حاله وافده من الخارج، وذلك في ارتفاع لعدد الاصابات مقارنه باليوم السابق. وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان أن عدد مرضى الفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق. هذا وقد ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 82,788 إصابة، فيما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4,632 وفاة، وذلك لعدم تسجيل وفيات لليوم الرابع على التوالي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من بكين الدكتور باهر الحداد، أستاذ العلوم السياسية. دكتور باهر، صباح الخير بتوقيت القاهرة طبعا، وأهلا بك على في هذه الجولة الإخبارية. لليوم الرابع على التوالي الصين لم تسجل أي من حالات الوفاة، ويبدو أن هناك أعداد لا بأس بها من المصابين الذين سجلتهم الصين قادمين من الخارج. كيف تفسر وكيف تعلق على آخر هذه الأرقام؟ نعم، صباح الخير لكم بتوقيت القاهرة، ومساء الخير عليكم بتوقيت بكين. أهلا بك، تفضل. نعم صحيح، هذه الأرقام اللي حضرتك ذكرتها هي بالفعل صدرت من قبل لجنة الصحة الصينية، يعني من الحكومة الصينية. بالفعل أن الحكومة الصينية الآن هي مهتمة اهتمام شديد بالداخل الصيني، والآن هي بصدد تجديد الإجراءات الاحترازية وتعزيز الوقاية والمحاولة قدر الإمكان لاحتواء تفشي الفيروس، خاصة ظهرت حالات في منطقة هاربين شمال شرق الصين، والتخوف من عودة تفشي الفيروس. وبالتالي الحكومة يعني مستمرة بكل إجراءاتها، وهي شغلها شغل يعني صباحا ومساء، وتعمل بجهد وتبذل ما بوسعها حتى تحد من تفشي الفيروس. كما تعلمون انه اليوم اعلن 30 حاله في كل الصين، وضمنها البر الصيني. نعم. وبالتالي كما قلت لك، الصين هي مهتمه جدا باحتواء هذا الفيروس وتفشي الفيروس، وخصوصا من الوافدين من الخارج، لان ظهر في الايام القليله الماضيه بين العديد من الاصابات تبينت انها من الوافدين. طيب، من الخارج. على ذلك دكتور باهر، هل بدات الحياه تعود تدريجيا الى طبيعتها مره اخرى في كافه المقاطعات والاراضي الصينيه، بالنظر طبعا الى هذا العدد القليل نسبيا من المصابين والوفيات؟ نعم 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 نعم، الحياه والاقتصاد يعني بدأ ينتعش منذ أكثر من أسبوعين حقيقة. الحياة عادت إلى بكين نوعا ما، لكن هناك إجراءات قاسية لكل الوافدين إلى مدينة بكين، حتى وإن كانوا صينيين، حتى وإن كانوا صينيين من غير مقاطعة يأتون إلى العاصمة، لابد أن يخضعوا للحجر الصحي. فالعاصمة بكين بدأت تتعافى يوما بعد يوم، ونرى مظاهر الحياة والطمأنينة. اما باقي المقاطعات ايضا كذلك بدا نرى عليها مؤشرات الانتعاش. اضف الى ذلك، اليوم يوم امس اصدرت الحكومه الصينيه مجموعه من السياسات الماليه والاقتصاديه لانعاش الاقتصاد الصيني باعتباره هو الركيزه الاساسيه. للنظام الاقتصادي بشكل عام في الصين، وبالتالي هناك ضروره لدعم البنوك المتوسطه والصغيره. وبالتالي انعاش الاقتصاد وانعاش المواطن الصيني حتى تدب الحياه في بكين وارجاء. طيب، المقاطعات الصينيه الاخرى. هناك هجوم ليس فقط من الرئيس الامريكي، لكن حتى يبدو من فرنسا. بالامس ايضا المستشاره الالمانيه قالت ان لابد للصين ان تبدي مرونه اكثر وشفافيه اكثر فيما يتعلق بكيفية نشأة هذا الفيروس، تبدي هذه الشفافية إلى دول العالم وإلى منظمة الصحة العالمية. في أي سياق يمكن أن نضع هذا الهجوم؟ هل في سياق صراع سياسي، صراع نفوذ بين القوى الغربية وبين الصين، أم أن هذه الاتهامات دقيقة برأيك والموجهة طبعا إلى الصين، والرئيس الأمريكي تحديدا هو يوجه هذه الاتهامات إلى الصين بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية؟ نعم،
حقيقة أنه يوم أمس أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن سبب الفيروس هو سبب حيواني أو سبب طبيعي وليس نتيجة للتسرب أو لمختبرات للحكومة الصينية أو لذلك. وبالتالي الفيروس هو سبب حيواني كما قلت لك، وهذا اعتراف من قبل منظمة الصحة العالمية. أما الاتهامات الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو من غير هذه الدول، فأعتقد هذه الدول تعمل قدر الإمكان إلى فتح تنفيس ما بين شعوبها، ما بين الداخل والخارج، وبالتالي نقل الأزمة من الداخل إلى الخارج كما فعل ترامب. هناك أزمة كبيرة يعيشها المواطن الأمريكي، وبالتالي هم مقبلون على انتخابات رئاسية، ونرى انه الرئيس ترامب يعول على الانتخابات الامريكيه وولايته الثانيه على اساس هناك عدو خارجي وافتعال ازمه مع الصين باعتباريه. اذا هذه الاتهامات انت تقول انها نوع من المناكفه السياسيه بين الولايات المتحده وبين الصين. اذا ما ضعنا تصريحات ترامب في هذا السياق، كيف لنا ان نفهم التصريحات الفرنسيه والتصريحات الالمانيه؟ يعني يجب ألا نقطع أو نقطع العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية وهي تابعة للمظلة الأمريكية بطبيعة الحال. شئنا ما بين هناك علاقات عميقة وقوية ما بين فرنسا وألمانيا تابعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ربما نرى أنه القرار الألماني والفرنسي قد أصبح مع الولايات المتحده الامريكيه وانضموا سياسيا لو صح التعبير. وبالتالي طيب، كما قلت لك ان هناك ازمه داخليه، يعني على طبع القرار الاوروبي او الفرنسي او الالماني عليه ان يحول الانظار من الداخل الاوروبي الالماني الفرنسي الى الخارج. طيب التجربه الصينيه في تجاوز هذا المرض هي تجربه مثيره للاهتمام ولابد للعالم ان يلتفت اليها. هل يمكن للدول الكبرى التي بها هذه الأزمة حاليا أن تكرر هذه التجربة، التجربة الصينية؟ ونحن نلاحظ دوما أن الصين تقدم المساعدات إلى عدد كبير من دول العالم، ويعني دعنا نكون حسني النية ونقول أن الصين تقدم هذه المساعدات لمساعدة العالم فقط وليس لأغراض أخرى. هل التجربة الصينية يمكن أن تكرر في دول أخرى في العالم، في الدول خصوصا في الدول التي تمر بأزمة كورونا حاليا كإيطاليا كفرنسا كالولايات المتحدة؟ نعم حقيقة من التجربة الصينية قدمت لنا درسا بليغا. أنا لست هنا بصدد الدفاع عن أي دولة أو حكومة، بل علينا أن نقول الحقيقة، وهذه الأمانة العلمية والمهنية التي يجب أن نقولها. الصين قدمت تجربة حقيقية لنا ودرسا بليغ لنا للدول العالم الآخر. الصين قامت باحتواء تفشي فيروس كورونا بوقت قياسي وخسائر قليلة جدا، واعتمدت على مبدأ الحجر الصحي الكامل، إذ حجرت أكثر من 50 مليون مواطن صيني، وهذا أقصى 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 حجر صحي في تاريخ حسب ما قاله خبراء في منظمة الصحة العالمية. وبالتالي من المساعدات الصينية لدول العالم، يعني الصين لديها إمكانية ولديها قوة واستطاعت وكانت جديرة ولديها قوة إمكانية بتوظيف هذه القوة حتى سيطرت على تفشي الفيروس، وبالتالي هي تقوم بتصدير هذه التجربة لدول العالم لتقوم العالم سواء مساعدات لوجستية أو مساعدات صحية وفنية أيضا تخص الفيروس وكيفية الوقاية منه. على أي حال دكتور باهر الحداد أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، كنت معنا من العاصمة الصينية بكين.